يتوالى الرفض المحلي والإقليمي لممارسة إيران العدائية ولدعمها المستمر لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. يأتي هذا وسط انتقادات لمنظمات الأمم المتحدة التي يصف الكثيرون دورها بغير المهني والمنحاز للميليشيا. مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي دعا المجتمع الدولي إلى إعلان إيران دولة راعية للإرهاب في العالم واعتماد ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية جماعة إرهابية. وقال مكاوي إن لجم إيران ومحاربة أدواتها الإرهابية سيجعل البلاد العربية والإسلامية ودول العالم أجمع آمنة ومستقرة، موضحا أن الصاروخ البالستي الذي أطلقه خبراء إيران باتجاه الرياض كان هدفه قتل المدنيين وترويعهم وتوسيع دائرة الصراع. كما أكد اللواء أمين الوائلي أن الأمم المتحدة أخفقت في تنفيذ قراراتها بملاحقة قيادات الانقلابيين، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا، مشيرا إلى أنه ليس لدى الأمم المتحدة الجدية في وقف هذه الميليشيا التي تواصل أعمالها الإجرامية خدمة لحسابات خارجية وليس لمصلحة البلد. فيما قال القائم بأعمال محافظ الحديدة وليد القديمي إن إيران تستغل ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة لتهريب الصواريخ البالستية للميليشيا المتمردة. وكشف القديمي عن وجود نحو 75 خبيرا إيرانيا منتشرين في العديد من المدن داخل إقليم تهامة يقومون بإعادة تركيب الصواريخ البالستية التي تصل المحافظة كقطع صغيرة. وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر قال إن ميليشيا الحوثي والمخلوع رفضت مبادرة السلام في صنعاء ثم جنيف ولاحقا في الكويت. وأضاف الجابر إن إيران استخدمت الميليشيا الحوثية لإطلاق صواريخها ضد السعودية وأن قرار الحوثيين يتخذ في طهران.